السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة ان شاء الله. كما كتشوفوا في هذا الفيديو، بغيت نشارك معكم واحد الكسيوة على شكل غوب، وانما هي بحال شكل قفطان. غتجي عندها السفيفة وعندها الكابلي والعقيدات في الجزء الفوقاني، والتحتاني غتكون بهذا الثوب، هذا التيل، وهذا غيكون في الفوقاني البروكال، غيكون في القطعة الفوقانية، ويجي من تحت هذا في الصاية التحتانية. المهم انتم تشوفوا معايا الطريقة ديال الفصالة وحتى ديال الخياطة ان شاء الله. هنا غادي يكون عنده الخياطة في الحزام، هذه بنيتها غير صغيرة، خديت لها متر ديال هذا ومتر ديال هذا، عندها 9 شهور البنيتة ديال هاد الكسوة، هذه مولات هاد الكسيو. هنا دابا غنحيد هاد السفيفة وهاد الكابلي، وغادي نبدا بهذا هو الاول نفصلو، نحيد هاد التوب ديال التيل. كما كتشوفوا هنا عندي فيه متر، هذا هو الطول ديالو، هنايا هنايا محلوله كما كتشوفوا، وغنجيبو هاد الجهه اللي مسدوده كنطويو على 4، كنخليو هاد الحاشيه ما كنحسبوهاش صافي. وغادي نحطو العبارات ديالنا، عندي في الكتاف 26 قسموها على 2، ونزيدو سنتيم ديال الخياطه هي 14، ونهبط هنايا 2 سنتيم في الكتاف بالنسبه للوليدات الصغار. هنا في الدوره ديال الرقابه غادي ندير لها 5 باش ما يجينيش محلول، وغادي نطيح هنايا 2 سنتيم وندورها غير هكا بيديا صافي. هنا غادي نطيح هاد 2 سنتيم اللي عندي هنايا، اللي طيحت هنايا غادي نديها هكايا. هنايا غادي نهبط 17 من هاد الدورة، هادي نهبط 17 على حساب الدراري الصغار، راه كنشوفو عندنا ميزاننا، اما كنعبرو لهم التركيز، اما كنزيدو لهم على الكتاف شحال ما كان عندنا في الكتاف، نزيدوهم واحد 3 سنتيم ولا 4 سنتيم. انا غنهبط لها هنا 17. الدورة ديال الصدر عندها 16، وغنزيدها واحد 2 سنتيم ديال الخياطة، هي غتجيني هنايا صافي. غنصيل هاد الخط هذا لهنا، وهذا غنصيلو لهنا. غنطلع هنا واحد 3 سنتيم وغندور هكايا التركيز ديالي. الطول ديال الحزام عندي 24، كنشدو الحقد ديال الحزام من هنا اعلى الكتف، وكنديرو الطول الحزام ديالنا عندي 24، وغادي نزيد 2 سنتيم ديال الخياطة هنايا صافي، وغادي ندير خط هنا. راه الدراري الصراحه ما كنديرولهمش داك الدخله ديال البطن، غندير لها داكشي اللي عندي هنا في الصدر، غنديرها لها هنا في البطن حيت كيكون عندهم بحال هابط صافي. هنايا غادي نطلع واحد السنتيم، اي واحد غادي نطلع هنايا واحد، وغنصيلو هنا المنتصف باش ما يجينيش طايح من الجنب. هذا هو الجزء العلوي ديالنا، الجزء الفوقاني غادي نحيدو الظهر ونخليو الامام، وغادي ندخل هنا واحد سنتيم، كنجي كندير له هكايا على هذا الشكل غير بيدينا. هنايا كنهبط ب7، كنقص واحد سنتيم من هنايا كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نعبر التركيز شحال عندي فيه، كنعبرو على هذا الشكل، عندي فيه 19، ردوا هاد الجهه اللي مسدوده من جهتنا
نوصلوا هاد القطعه التحتانيه كما كتشوفوا، نديروا خط هنا باش ناخذوا عليه العبار ديال الحزام ديالنا. غنحيد 24 ديال الحزام، نخليها هنايا، هذه هي 24، ما غاديش نحسبها، وغادي نحط الطول ديالي. انا عندي في الكسيوه عندي فيها الطول 60، ها هي فين جاياني 60. غادي نعلم صافي، ما غاديش نزيد القيمه ديال الخياطه، غنزيدها في هذا، خصني هاد التيل هذا يجيني طول من هذا بواحد جوج سنتيم ولا ثلاثه، يجي فايت هذا الثوب هذا الغليظ صافي. ما غاديش دابا نزيد القيمه ديال الخياطه، حتى غادي نزيدها في الاخر. عندي في الحزام عندي 18، وغادي نزيد عليها واحد 10 سنتيم ديال البليات، باش غادي يعطيني داك الفوليوم من في الحزام. نزيد هنايا 10 صافي، وغادي نصل بخط. كما شفتوا غادي تجي هكا مجموعه. غادي نفصل الكميمات، غادي نفصلهم من هاد الطريف هذا، غندير واحد الطول ديال الكمام. عندي انا في الطول ديال الكمام 25، هنايا غادي ندير 27، جوج سنتيم ديال الخياطه. غادي نحط هنا 17، وغادي نهبط 7 سنتيم. لي مونش غادي ندير واحد 11 سنتيم، حيت بنيتها صغيره باش ما يجيوناش محلولين بزاف. غنجيب البيستولي وغادي نربط هاد النقطه هذه مع النقطه اللي عندي هنا. هاد المسافه هادي غادي نقسمها على جوج، وهادي على جوج، وهادي على جوج. نخرج من هنا واحد سنتيم، وندخل من هنا واحد سنتيم. صافي، راه كندوروها غير بيدينا، راني حاطه معكم الطريقه اكثر من مره. صافي، هذا هو الكميم ديالنا، شوفوا الكمام. بالنسبه لهاد الطريقه هذه اللي كنخرجوا هنا سنتيم وندخلوا هنا سنتيم، راني حطاها معاكم اكثر من فيديو فاش كنبغي نفصل الجلالب ولا كنفصل الكساويف، راه كنوريكم الطريقه كيفاش. دابا غادي نفصل هاد التيل، هنا عندي الطول ديال التوب متر كما كتشوفوا، وهذا المنكب ديالو هنايا. غادي نجي وغادي نطوي هكايا كما كتشوفوا، غادي نجيب هذا المنكب هذا مع المنكب اللي عندي هنايا، على حسب باش تجيني عاطيه الفوليم بزاف. غادي نديرو هكا على 4، كما كتشوفوا دابا راه عندي على 4، هذه هي الحاشيه ديالو، راه على 4 عندي، هادو جوج وهادو 3 و 4. وغادي نولي نطوي هكا على 8 صافي. غادي نجيب هاد القطعه هادي اللي فصلت قبيله معكم ديال التوب هذا، غادي نشد عليها الطول كما قلت لكم. غادي نزيد على هذا، غنزيد واحد 3 سنتيم.
صافي. بالنسبه للعرض راه غادي نخلي هذا على عرضه، ما غاديش نقص من هذا في العرض باش يجيني فيه داك لي بلي بزاف. صافي ها كما كتشوفوا هذا غادي يجي فايت شويه. هذا هو القفيطان ديالنا، راه ساليناه بالفصاله كما كتشوفوا. ان شاء الله ندوزوا للطريقه ديال الخياطه. نتمنى تكون عجبتكم الطريقه وجاتكم سهله. طبقوها ان شاء الله في هذا الشهر ديال رمضان الكريم، طبقوها هكا 27 ولا العيد البنيتات، راه ما كيدخلش الثوب بزاف وساهل في الخياطه. يمكن لكم تخيطوه في ساعه ديال المكانه تفصلوه وتخيطوه. اول حاجه نبداو بها هي المونطي ولا الكتاف. ديروا هكا الوجه عند الوجه كما كتشوفوا، على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نمونطي من هنا الكتاف ونمونطي الكمام. كما شفتوا هذا هو الوجه ديال الثوب. دابا غادي نقلبوا على قفاه هكا. هذا هو القفه ديال الثوب الدخلاني، وغادي نبدا الكابلي ديالي غندير ركبه من الداخل ماشي في الوجه. هذا هو الوجه، غادي نجي لهنايا، هذه هي الهبطه في غيكونوا العقيدات. وغادي نلصق الكابلي ديالي ونحطوه هكا هكا ونمشيو عليه بالماكينه. كما كتشوفوا غنوصلوا لهنا للقنت ديال الدوره ديال الرقابه، وغادي ندوروا، غادي نغرس ليبره في الكابلي وندور على هذا الشكل. دابا غادي نقلبو هكا الوجه كما كتشوفوا، هذا هو الظهر. غادي نقلبو هكايا وغادي نركب السفيفة ديالي، نبداها من هنايا. هكا غادي نشدها هنايا، نشوفو دائما الوجه ديال السفيفة من الظهر، راه كيكون باين الوجه ديالها من الكفة هنا. وغادي نبدا وغادي ندوز بالخيار.
دابا غادي نحيد هاد الزوائد اللي عندي هنايا، غادي نقطعهم بالمقص على هاد الشكل هذا. كنجيو لهنايا كنحلو هاد السفيفه هكا، وغادي نحيد هاد الزوائد اللي عندي هنايا. وغنولي نعاود الخياطه المره الثانيه هنا على السفيفه باش كنوصل لهاد القنت هذا ديال الدوره ديال الرقبه. هاد القنت هذا كنشدو هكا، كنشد هكا هاد القنيت هذا وكنطويه واحد الطويه صغيره على هاد الشكل. هكا كنطويه وكندوز عليه بالخياطه، كنبقى نعاود عليه بالخياطه باش يجيني مقنت، باش يجي القنت هكا داعي كما كتشوف صافي. وكندور عليها بالخياطه المره الثانيه كامله. هنا غادي نركب الكابلي، نركبو على القفة كما كتشوفو. هذا هو الوجه، غندير له نفس الطريقة اللي درت في الهبطات. غادي نجيب الكابلي، الكابلي راه عنده الوجه حتى هو عنده اتجاه، عنده داك بحال السهم كيكون غادي هكايا، كيكون هو اللي مجهدنا ردو هكايا، كيكون هو اللي مجهة ديالنا. وعنده الوجه وعنده حتى هو القفة، كنقلبو له على وجهه. غادي نقلبو هكا الوجه كما كتشوفو، هذا هو الوجه ديال الثوب. غادي نقلب هذا الكابلي، غادي يتقلب ليه على الطريقه هذه، وغادي ندوز السفيفه ديالي هنايا.
كتشوفوا هنا راه عاودت الكابل المره الثانيه دوزت عليه كما درت في الهبات. دابا غادي نمونطي الكمام ديالي، غادي نشد على هذه الطريقه، هذه نقد هكايا صافي، وندوز بخياطه ديالي من هنايا. غادي نشد هاد السيفه ديالي هكا، غادي نشدها على الطريقه هادي، وغادي نرتقها مزيان من هاد الجهه ومن هاد الجهه كما كتشوفوا. ندوز عليها من هنا بخياطه، غندير الخياطه هنايا، وغادي نعاودها نخيط ونعاود باش ما يتحليش، باش ما تحليش السفيفه. نحيد هاد الزوائد اللي كيبقاو لنا من الداخل، كما كتشوفوا كيجي على هاد الشكل.